أعزائي التلاميذ متتبعي ومتتبعات قناة أجيال المستقبل التعليمية، مرحبا بكم من جديد في فرض آخر من فروض علوم الحياة والأرض، وهذه المرة موجهة لتلاميذ السنة الثالثة من التعليم الإعدادي، وهذا الفرض هو الفرض الثاني في مادات في الدورة الثانية. نبدأ بقراءة أسئلة التمرين الأول. سوليني les affirmations exactes et corriger les affirmations inexactes. يعني غادي نحاولوا نسطروا على الاجابات الصحيحه وغادي نحاولوا نصححوا الاجابات الخاطئه. La transformation de lait en yaourt de deux à dix bacilles pathogènes. يعني هنا قال لنا بان التحول ديال الحليب الى ياغورت واش يكون بفعل دي باسيل باتوجين؟ لكن الجواب صحيح غادي نسيو لانه نسطرو عليه، ولا كان خاطئ غادي نحاولو نصححو الخاطئ. لي فيروس سون اوبليغاتوارمون بارازيت دو سيلول فيفون. يعني لي فيروس سون اوبليغاتوارمون بارازيت، يعني انهم بالضرورة هما متطفلات على الخلايا الحية. ان انتيسيبتيك ايتان برودوي شيميك كي تو لي ميكروب. يعني ان هاد لونتيسيبتيك هو واحد المنتوج كيميائي كيقتل الميكروبات. اذا الى كان الجواب صحيح غادي نحاولوا نكتبوا جواب صحيح، فالاجابه خاطئه غادي نحاولوا نصحوا الخاطئ. غادي ننتقلوا للتمرين الثاني. غوتخوي لو مو كوريسبوندون ا شاك ديفينيسيون. يعني غادي نحاولوا نوجدوا الكلمه المناسبه لكل تعريف. تعريف ا ميكرو اورغانيزم دو تريبتيد تاي بارازيت اوبليغاتوار دو سيلول فيفونت. اذا غادي نحددوا شكون هو الكلمه اللي كتعني اللي هي شرح لهذا التعريف ديالها، هو هاد العباره المكتوبه في العباره ا بكتيري يون لا فورم دان باتوني. غادي نحددو شكون هي هاد لاباكتيري اللي عندها واحد الشكل ديال ان باتوني. نمشيو للعبارة لوكسي ميثود بيرميتون دو بروتيجي لورغانيزم دو توت كونتاميناسيون. يعني الطريقة اللي كتحمي اللي كتمكن باش الحماية ديال الجسم من كل من العدوى. غادي نمشيو ليكزيرسيس نيميرو 2. كومبليتي لو طابلو سويفون. عندنا ميكرو اورغانيزم وعندنا باتوجين و نون باتوجين و لو تيب ديال هاد لو ميكرو اورغانيزم. بالنسبة لي ميكرو اورغانيزم اللي عندنا هنايا عندنا باسيل تيتانيك. غادي نحددو هاد الباسيل تيتانيك واش هي باتوجين او نون باتوجين، وغادي نحددو شكون هو لو تيب ديال هاد لو ميكرو اورغانيزم. عندنا كلاسيديوم باتوجين او نون باتوجين اي لو تيب. لي باتيت بي باتوجين او نون باتوجين اي لو تيب. بينيسيليوم باتوجين او نون باتوجين لو تيب. غادي ننتقلوا الجزء الثاني من الفرض. التمرين الاول لورس دو سيز اكزيرسيس فيزيك الي اي ان بروفوند بليسور او نيفو دو جوني. كيلك جور ابري ني اون با تريتي سا بليسور لا بلي سو غونفل اي سانفيكت. لو دوكيمون سي دوسو مونتر une réaction immunitaire qui s'est produite au niveau de la plaie. إذن هنا قلنا بأن علي تعرض لواحد جرح عميق على مستوى الركبة ديالو، كان كيمارس أنشطة رياضية. من بعد أيام ما قامش بالعلاج ديال هذا الجرح، شنو وقع على مستوى الجرح؟ هناك انتفاخ. إذن والصورة كتوضح لنا الجرح ديال علي، يعني شكون هو التفاعل اللي وقع المناعي اللي وقع على مستوى الجرح. اذا بالنسبه للسؤال الاول كومون نونطون
تيت رياكسيون ايمونيتير، اش كنسميو هاد الاستجابه المناعيه اللي عندنا هنا في الصوره. السؤال الثاني، سيتي لي كاتر سين دو سيت رياكسيون. هنا غادي نحددو المراحل الاربعه ديال هاد الاستجابه. لو دوكيمون دو مونتر لو تيب دو لو سوسيت انترفونون دون لا لوت رابيد اي لوكال كونتر لو ميكرو كي سانفيلتري او نيفو دو لا بليسور. كومبليتي لو شيما ا بي سي، يعني هنا بالعامه روتروفي لوردر كرونولوجيك دو سيت رياكسيون اي نومي لا. Comment s'appelle la cellule qui intervient dans ce cas et qui lit son rôle? يعني شكون هي الخلية اللي كتدخل في هاد الحالة، كتدخل في هاد الحالة، وشكون هو الدور ديالها؟ غادي نمشيو للسؤال 4، expliquer pourquoi cette réaction immunitaire est non spécifique. يعني علاش سمينا هاد الاستجابة المناعية غير نوعية؟ Après une consultation médicale, un examen bactériologique et un antibiogramme ont été prescrits à Ali, qui lit le rôle d'un antibiogramme. Je connais le rôle de l'antibiogramme. Si l'infection a été d'origine virale, l'antibiogramme aurait-il utile? Sur l'état, ce micro-organisme est-il facile à éliminer? Quel antibiotique conseilleriez-vous? Je connais le mode de l'HSM qui nous permet. إذن هذه هي أدوات النموذج ديال الامتحان.